هدأت العواصف وبدأ الشتاء بالرحيل عن مخيمات النازحين مخلفا أضرارا كبيرة فيها. بحسب المؤسسات الأهلية فقد تضرر أكثر من 400 مخيم تحوي قرابة 100,000 نازح، وتدمرت عشرات الخيام بشكل كامل. يعني مثل كل سنة نفس المشاكل، نفس الغرق والطين والخيام اللي تهدمت، والمنظمات عم تعمل ولكن عملها ضئيل جدا، يعني لم تغطي الاحتياجات بشكل كامل، غطت تقريبا 20% من احتياجات النازحين في المخيمات. يعد هذا العام أخف من سابقه من حيث الأضرار بفضل مشاريع أقيمت لتحسين الواقع في بعض المخيمات. فقد حولت منظمات أهلية بعض المخيمات إلى مباني سكنية خففت من مصاعب الشتاء على ساكنيها، لكن حتى بعض هذه المشاريع لم يصمد أمام العواصف والأمطار الشديدة. هاي السنة كانت نسبة الأضرار أخف من السنوات السابقة بسبب بعض الحلول اللي قامت فيها المنظمات والجمعيات الخيرية. هي من إحدى هدول الشغلات اللي عملوهن إنه حولوا بعض المخيمات من خيم إلى مباني سكنية، ومنهن بعض المخيمات صار فيهن فرش طرق، رفع أرضيات للمخيمات للخيم. أكثر من 2 مليون نازح سوري يقطنون مخيمات الشمال السوري في ظل ظروف معيشية وإنسانية صعبة، وسط عجز المنظمات المحلية والدولية عن توفير مقومات البقاء لكثير منهم. انحسرت موجة الفيضانات التي ضربت مخيمات الشمال السوري لتكشف عن خسائر في بيوت النازحين، والتي جاءت هذا العام أقل نسبيا من الأعوام السابقة بفضل حلول مؤقتة وضعتها المنظمات الأهلية، ويأمل المواطنون هنا أن تنتهي هذه المعاناة بعودة إلى بيوتهم التي هجروا منها. خالد البي، العربي، شمال إدلب.